على ما يبدو أن ماراثون الانتخابات قد بدأ مساره في مدينة الموصل مع تحديد موعد إجراء الانتخابات في شهر أيار المقبل. أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وزعيم تحالف القرار العراقي وصل الموصل اليوم، وخلال لقائه لفيفا من أبناء المدينة دعاهم لتحديد مصيرهم بعدم العزوف عن المشاركة بالانتخابات وبناء مدينتهم عبر اختيار الأصلح لإدارة المحافظة. وأنا أدعوكم للاهتمام وزخم المشاركة، ولا حد يقعد ببيته بعد الآن. الحمل ما يشيله إلا أهله، لا تظلوا قاعدين ببيوتكم، اطلعوا وقرروا مصيركم. اللي يقعد ببيته الآخر يجي يقرر مستقبله ويجي يدخل يحدد مصيره. وبشأن مشاركة النازحين في الانتخابات، مع وجود أكثر من 42 ألف عائلة في مخيمات النزوح بحسب إحصائيات محلية، قال النجيفي أن ثمة آليات وضعتها الحكومة لإرجاع قسم كبير منهم إلى مناطقهم وتأمين مشاركة من لم يستطع العودة. هناك وعد من الحكومة أنه تعيد النازحين إلى دورهم، ولن تستطيع أن تكمل هذا كل المسؤولية. يجوز قسم كبير سيعودون وقسم سيبقون في المخيمات، فالذي سيعود سينتخب في منطقته، والذي يبقى في المخيم ستوفر له الدولة آلية الانتخاب. وخلال اللقاء أعرب مواطنون عن أملهم بإبعاد الوجوه السابقة التي تسلطت على رقاب الفقراء والتوجه نحو الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين وإعادة تأهيل المدينة عبر مرشحين يلبون طموحات الشارع الموصلي. إذا نفس الوجوه ونفس السيناريوهات القديمة ما راح نغير شيء بالبلد، راح يبقى الوضع على ما هو عليه، ما استفدنا شيء، يعني رجعنا خطوة إلى الخلف، ما تقدمنا خطوة إلى الأمام. ووفق مراقبين فإن زيارة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي إلى مدينة الموصل للمرة الثانية جاءت بعد تخوفات من عزوف أبناء المدينة بالمشاركة في الانتخابات القادمة في 12 من أيار المقبل. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.